حول آخر التطورات معنا من موسكو موفد بي بي سي عصام عكرماوي. عصام أهلا بك. مع إغلاق صناديق الاقتراع، كيف كان المشهد الانتخابي اليوم في روسيا؟ وفاء، هنا في موسكو صارت العملية الانتخابية بشكل منظم. تجولنا في عدد من المراكز ورأينا كيفية التصويت. كان هناك بعض الاحتياطات الأمنية لكن لم يكن شيء غير عادي. هنا نحن الآن في المركز مفوضية الانتخابات الروسية، كما ترين خلفنا على هذه الشاشات هناك كاميرات في مراكز الاقتراع المختلفة في موسكو وغيرها من المدن الروسية للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية. كان هناك بعض الطعون أو التقارير عن مخالفات هنا وهناك، ولكن ممكن القول بما شاهدناه اليوم أن العملية كانت تسير بسلاسة. وكان هناك في مراكز الاقتراع التي زرناها مراقبين من الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى مراقبين مستقلين. قبل قليل، قبل حوالي 10 دقائق من الآن، تم إغلاق صناديق الاقتراع، والآن بدأت عملية فرز الأصوات في المحافظات الروسية المختلفة. المسؤولون الروس طبعا يعولون على نسبة مشاركة عالية. حتى الآن على إحدى هذه الشاشات تقول أن نسبة المشاركة كانت حوالي 60% بشكل عام. طبعا تتفاوت النسب من منطقة لأخرى، في بعض المناطق كانت نسبة عالية جدا، في مناطق أخرى كانت منخفضة، ولكن هم يأملون في أن تكون أعلى من المرة الماضية قبل 6 أعوام عندما وصلت إلى 64% من أصحاب حق الاقتراع. طيب عصام، تحدثت عن نسبة الإقبال، كل التوقعات تشير إلى أن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين سيفوز في هذه الانتخابات بولاية رابعة، ولكن إلى أي مدى يعول على نسبة كبيرة للناخبين للإقبال على صناديق الاقتراع؟ هو سئل عن هذا الموضوع بالذات عندما أدلى بصوته صباح اليوم في الكلية العلمية هنا في موسكو. أحد الصحفيين سأله ما النسبة التي تأمل في الحصول عليها، فأجاب أمل بالحصول على النسبة الكافية لتمكنني من الاطلاع بمهام منصبي كرئيس لروسيا. لكن واضح أن المسؤولين الروس يعني يحبذون أن تكون النسبة عالية إلى حد ما، لأن ذلك سيعطي الرئيس بوتين تفويضا ويدل على شعبيته. يجب أن نذكر أن هذه الانتخابات ما يميزها عن انتخابات سابقة أنها تأتي في ظل أجواء التوتر الأخيرة بين روسيا والغرب، خاصة مع بريطانيا، وأيضا هناك انتقادات لروسيا من الدول الغربية. إذا الرئيس بوتين يسعى إلى تعزيز مركزه في الداخل والحصول على تفويض من ناخبيه كي يعزز من مكانة روسيا على الساحة الدولية. معروف أن الرئيس بوتين خلال الأعوام الأخيرة عمل كثيرا أو عمل جاهدا من أجل استعادة مكانة روسيا كقوة عظمى على الساحة الدولية. نعم عصام، بالنسبة لمؤيدي المعارض الأبرز لفلاديمير بوتين أليكسي نافالني الذي يوجد في السجن الآن، هل كان لهم أي فعاليات، أي مظاهرات، أي صوت اليوم خلال الانتخابات؟ يعني كان هناك بعض الأصوات التي تحدثت عن تلاعب وتزوير وإلى ما هنالك، ولكن لم يكن هناك حركات شعبية أو احتجاجات كبيرة. لم نرى أي شيء هنا على الأقل في موسكو حيث نحن، لم نرى مثل هذه الاحتجاجات. كان بعض التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض المزاعم عن مخالفات، لكن بشكل عام يعني الوضع يسير بشكل عادي في موسكو وغيرها من المناطق الروسية. ونشرت قوات الأمن الروسية تعزيزات إضافية تحسبا من حدوث أي شيء. كان هناك بعض الاتصالات من أشخاص تحدثوا عن وجود قنابل في أحد المراكز، ولكن تبين فيما بعد أنها كانت لا أساس لها من الصحة. طيب متى سيعلن عن النتائج النهائية عصام؟ النتائج الآن بدأت عملية الفرز، نرى ذلك على شاشة كبيرة هنا.
خلفنا. طبعا هناك استخدام مكثف للكمبيوترات. المراكز التي زرناها اليوم كانت يعني في أجهزة كمبيوتر على كل منطقة يتم وضع ورقة فيها، يتم حساب كم ورقة دخلت في هذا الصندوق. لذلك لا نتوقع أن تأخذ هذه العملية وقتا طويلا، لكن يجب أن نذكر وفاء أن روسيا بلد كبيرة جدا مترامية الأطراف، لذلك فهذه العملية ستأخذ بعض الوقت. استفسرنا عن هذا الموضوع اليوم، فيما إذا كانت النتائج النهائية ستظهر صباح غد، فقيل لنا أن حوالي 80% من النتائج النهائية قد تظهر مع صباح غد، لكن النتائج النهائية النهائية لن تظهر ربما قبل 20 من الشهر الجاري أو حتى بعد ذلك بيوم أو يومين. شكرا لك من موسكو، مفد بي بي سي عصام عكرماوي.